هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. كابتن، أول تحدي عندنا، أوكي، يعني إحنا مش مقابلة عادية، إحنا في تحديات، في بعد التحدي أكل شيء. حلو؟ بدنا نسألك، كيف معلوماتك العامة مبدئية؟ تمام. طيب، أنا بس أحكي شغلة للي بيشاهدونا على الكاميرا. هاي التابلت محطوط عليه الأسئلة، فأنا حاطه هون، حلو؟ إجت سعاد المعدة، قالت لي كابتن هاي الأسئلة معك. بدك تسأل أسامة، وأسامة بده يسألك أسئلة. هون رحت بس بدي أشرب كاسة مي. لقيت الكابتن بتطلع على التابلت، يمكن غشين له سؤال سؤالين. بلشت أغش على بقرأ المقدمة، بقرأ اسمي بعدين. 100%، لأنه الرياضيين في العادة ما بحبوش ينغلبوا. ولكن إحنا نحاول بالتحدي هذا وبالتحدي الثاني نغلب الكابتن. تمام؟ 100%. طيب، كابتن راح نبلش بالأسئلة. أمسك الورقة تبعتك، بلشت ريحة الأكل تطلع كالعادة. تطلع. تمام؟ بتحب نبلش انا بالاسئله العامه ولا تبلش انت؟ لا انت بلش. ابلش انا. طيب، اكيد طبعا مشاهدينا اذكركم بالتحدي، هي 20 سؤال. حلو، راح اسال انا 10 اسئله للكابتن، والكابتن راح يسالني 10 اسئله، ونشوف مين راح يغلب الثاني بتحدي المعلومات العامه. هذا تحدينا البسيط جدا. اول سؤال كابتن محمود عبد الدين. سؤال بسؤال ولا 10؟ لا، سؤال بسؤال. حلو، راح ابلش انا وبعدين انت. ابشر. اول سؤال بقول لك، من او ما هو اقوى الكائنات البحريه يا كابتن محمود؟ هاي سهلة، الدولفين. الدولفين، صح، 100%. هاي سهلة، مش غيرها ذكي أصلاً. شكلك غاششة والله، شكلك غاششة. حلو، 1-0 إلك سيدي. هاي سكور، إحنا دائما نشتغل على السكور، أنتم بتحبوا السكورات. 100%. 1-0، السؤال معك، تفضل سيدي. ما عدد الدول العربية الموجودة في قارة أفريقيا؟ عدد الدول العربية الموجودة في قارة أفريقيا: مصر، ليبيا، الجزائر، السودان، المغرب، وتونس، موريتانيا، مدغشقر، وجزر القمر. ان انا يعني يا 7 يا 8، صح؟ دقيقه شوي، تمام، 9. حلو، عديت منهم انا. اوكي، خلاص مش راح نرد نرجع نعيدهم، مش مشكله. 9 دول، النتيجه 1-1 سيدي. يلا، مش كون غششوك حتى. لا والله ما حدا غششني نهائيا. اوكي، تمام، تفضل. السؤال معي انا. ما هو أكبر شريان بجسم الإنسان سيدي؟ في أغنية على اسمه، أنسى الأغنية. شو الأغنية بالله أستاذ؟ لا مش أحكي لك شو الأغنية، إيش بالوقتين. أوكي، أنسى. هل لا، هو أنا بعرف اسم شريان واحد وراح أحكيه. أوكي، أحكي. يعني ما بعرف غير شريان واحد. تمام، أوكي. بس مش بتذكر اسمه، هو اسمه شوي صعب، كان غريب. شكلك، هو شكلك عرفته أنت. أكبر شريان جسم الإنسان. أورطل أو الأروطل. لا، ها، الأو 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 اوكي، 2-1، صح، هو أكبر شريان في جسم الإنسان، متفقين 100%. طيب، الجرس عم برن قاعد في داني، معناته اذا الجرس رن كابتن راح نقوم انا وانت نروح على الخزانه هاي اللي هون، خزانه او بوكسات طقس العرب جو كابتن، وبنختار بوكس. انا اخترت هذا البوكس كابتن، تقدر تختار يا هذا يا هذا يا هذا، تفتحه ونشوف. حاليا اللي بسمعنا او اللي بشوفنا يعني على الهواء مباشره، انت حاول تختار من البوكسات هذول. اللي بشوفنا على الهواء مباشره حاليا مشاهدينا الاعزاء، اخر كومنت طلع معنا اتثبت، شيروا البث وحطوا الكومنتات، وخلينا نشوف الجائزه اللي معنا لليوم. نشوف كابتن جائزتك، يلا، او الجوائز اللي راح نربحها. اول جائزه سيدي، عطر للشعر مقدم من إلورا هير بيرفيوم. حلو، ممتاز. ثاني جائزة، ثاني جائزة اشتراك ماي فاي لمدة سنة مقدمة من أمنية. ممتاز. ثالث إشي، قسيمة منزل بقيمة 10 دنانير مقدمة من المناصير للزيوت المحروقات. ألف 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 مبروك للي ربح معنا، ومنقول لكم لسه في ضايل عندنا جائزتين راح نربحهم أنا والكابتن محمود عبدين. ضلكم مركزين، متى راح يطلع الجرس؟ ولما يرن الجرس حطوا كومنت، اخر كومنت راح نثبته ونربح الجائزه. وما تنسوا تعملوا شير للبث. تفضل كابتن، نرجع نكمل تحدينا. النتيجه متذكرها يا كابتن؟ 2-1. هاي الشيف انس، تبع لك، متبع لك، متذكر الكابتن. طيب، بس بالله شيف انس، يعني وين وصلت حاليا عشان احنا هيك كمان برضو كمان نطمن؟ طيب، يعني هلا بدايه حطينا البسطرمه بدون زيت، بدون اي فات، لانه نسبه الفات فيها منيحه. تمام، خليناها تدوب تتحمر تاخذ لون مزبوط. تمام، من بعدها حطينا الفول فوقها، اعطيناها تقليبه خفيفه. هسه راح نحط البهارات، حطيت الكمون، راح نحط الكزبره، ببرك المدخنه، والبسطرمه اللي انا مستعملها
فيها ملوحة، فيها ملوحة منيحة يعني طعمها مالح، فعلى الأغلب ما راح تستعمل ملح هنا. فدائما تأكدوا من البسطرمة قبل ما تقلوها، إذا كان طعمها مالح ما في داعي للملح. سامع الشرح ما أحلى؟ بتحس إن إحنا ناكل شيء ثاني. شوف أنا بوعدك بعد تحدي البينج بونج اللي راح يكون معنا راح أشرح لك عنه إن شاء الله. جد تكون جوعان. بوعدك يعني. متفقين؟ إحنا بنجيب يعني الضيوف من حركهم. طيب خلينا نكمل سيدي معك التحدي 2-1 لإلك. أوكي تمام. والسؤال سيدي العزيز عندك لإلي. أنا هذا السؤال عجبني لسبب واحد. مرة كنت أسمعك على الراديو وأنت حكيت هاي المعلومة. أنا حكيت هاي المعلومة. يا حبيبي. لازم أنا والله العظيم أقول لك سألوني مين ضيف مبارح كان معك نسيت. قول طيب ما تشوف. ما هو اسم أول مسبار عربي ينطلق إلى الفضاء؟ اسم أول مسبار عربي ينطلق إلى الفضاء. انطلق قبل فترة صغيرة. نعم هو المسبار الإماراتي مسبار الأمل يا سيدي العزيز. نعم صحيح. صحيح. 100%. هاي سهلة. نيت بدي اشوف حاكي عنها بس هيك قدام قرا ولا فعليا عارفها. متبع لي على الراديو ولا طيب ماشي. 2-2 سيدي. سؤال يا الله ما اسهله اقسم بالله بجوز يعني اي حد ممكن يجاوبه. ما هو الكوكب الاحمر؟ مريخ. صح ولا اسهل منها نقطة على البرد المستريح امورك 100% هيك 3-2 سوري 3-2 حاولت اني يعني احاول انك اشوفك مركز ولا لا. طيب ايش هو عندي هلا السؤال عندك سوري تفضل عندك ما هو جزء الجسم الذي تستخدمه السلحفاء لشرب الماء؟ منخشومها سيدي. الانف. الانف صح والله يعني هاي عشان تعرف انا كيف ضليع بعلم الاحياء. ما هي انت بس تشوفها بعد ما تكون تشرب من انفها مبينه. طيب سؤالك سيدي بيقول ما هو الغاز الاكثر وفرة في الغلاف الجوي للارض؟ نصفناته بخف عقلي بلا مش عارف لي. لا تصفن فيه قل لي اعطيك 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 خيارات. غاز النيتروجين، غاز المناصير للزيوت والمحروقات. نيتروجين صح 100% اوكي ممتاز. تفضل سيدي 4-3 سؤال عندك. ما هو اخف العناصر الكيميائيه؟ لا سيري هاي سؤال وين سؤال شو نفسنا يعني سؤالك ما هو أخف العناصر الكيميائية؟ إشي قريب للنيتروجين صح ممكن يكون الغاز. لا هو أوكي بس هو غاز. هو غاز هو الهيدروجين. هيدروجين حلو ممتاز 100% والله يا أسامة ما شاء الله يعني بحر معلومات يعني والله شوف اقول لك حبيبي انت بحر طبخات. لا لا جد والله يعني عم بتفاجئ انا يعني بحر طبخات بحر معلومات مين يا بس خليها الله. طيب قد ايه النتيجه هيك اشوفك مركز 4-4 ممتاز مركز كابتن محمود حلو. سؤالك بيقول سيدي ما هي عاصمه البرتغال؟ لشبونه. الله عليك صح. هاي مش غاشها. لا انا قريب ساكن بلشبونه فعشان هيك الامور 100% 100% 5-4 سيدي سؤالك تفضل. هاي برضو كيف المريخ هيك نقطة على السريع. هاي لك ما هي عاصمة إيران؟ ما هي طهران سيدي العزيز. هاي لك هاي نقطة المريخ نفس علي واحدة بواحدة ممتاز 100% سؤالك سيدي بيقول أي طائر هو الرمز العالمي للسلام؟ حمامة بيضة بيضة مين؟ هاي أغنية أغنية هاي أغنية حمام أبيض حمام السلام البيضاء. هذا سؤال أسهل من سؤال المريخ وأسهل من سؤال الإيراني تمام؟ ما كانش في واتساب فكنا بس نحكي عنها. أيوة حمام السلام حمام البيضاء. طيب تفضل عندك سيدي. طبعا هاي أنا بعرفهاش المعلومة. ما هي المطربة الملقبة بشمس الأغنية العربية؟ نجوى كرم بعالم الإعلام شغلة بس شمس النورية العربية. كم النتيجة هي؟ 5-6 والله المنافسة قوية أبو الجتاوي منافسة قوية جدا والله متعدين لحد الآن. طيب سؤالك بيقول وهذا أسهل من سؤال شمس الأغنية العربية من هو الممثل الملقب بالزعيم يا الزعيم هذا الإمام 7-6 تفضل اسأل. في أي قارة يقع نهر الأمازون؟ أفريقيا
مالك جتاوي المفروض انا يعني غشي هوش على السماعة ما ادغش لا والله ما بعد بغششني نهر الامازون طيب مش بجنوب افريقيا اعطيك خيارات امريكا الجنوبية شمالية لا الامازون بامريكا الجنوبية صح 100% تمام تذكرت انت حافظ انه في شيء بالجنوب بس مش عارف افريقيا يعني افريقيا كذا بس لا حلو انت تطلع كشخص عامل في الاعلام الاعلام هيك معلوماتك العامه مش عارف وين نهر الامازون انت فاهم ممتاز احرجوني كمان حلو سؤالك سيدي يعني هذا والله مفروض انك رياضي تجاوبه زي كيف اقول لك يعني مرحبا ايه رياضه كم عدد حكام الساحه بكره اليد أربعة حكم الساحه عدد حكام الساحة يعني السؤال بملعبك كوتش بملعبك كابتن بس أربعة أنت جواب صح جوا اثنين برا لا لا نعم هو هيو اثنين داخل الملعب واثنين خارج الملعب ممتاز 100% عشان نروح برضو نطمن على سحورنا كمان مرة جاهزين لا احنا بنضل قاعدين شف أنس أبو الجتاوي سيدي طمنا لوين وصلنا حاليا وشو صار معانا وشو عملت طيب قبل ما نحكي لكم عن الوصفة بدي أخبركم أنه كل مكونات طبخة اليوم وسحور اليوم اشتريتها من كريم هايبر ماركت نعم. كل الصحون اللي عم بتشوفوها بتلاقوها بالبازار العالمي بفرعينه بالراية وبصوفية تقدروا تشتروهم نفس الصحون هدول عشان كمان تاخدوا نفس الشكل إن شاء الله راح نطلع فيها هسه عملنا البسترما وقلبنا معاها الفول حطناها بفخرات وراح قاعد بفقس البيض عليهم ونتأكد ضروري انه البيض ما نفقسه دغري على الأكلة نفقسه بصحن عشان لا سمح الله اذا كانت البيضة خربانة او غير صالحة للأكل نرميها وما نضطر نرمي الأكلة كاملة تمام ممتاز 100% الأكلة قديه بدها تقريبا لتجهز بعد التحدي وتكون جاهزة تحدي البينج بونج ان شاء الله هلا راح نحطها تقريبا 10 دقائق بالفرن هلا اذا بتحبوا البيض يكون مستوي اكثر بتزيدوا انا صراحة انت هذيك مرة عملت الشكشوكة اوكي كان شوي مستوي زيادة عن اللزوم لا خليه يعني منيح مش بالضبط مشفوش المرة الماضية كان بعض الشباب ما بيحبوا البيض ني او مش خلينا نحكي ني مش مستوي كامل تمام فاضطرينا نعمله مستوي كامل عشان ارضاء الجماهير لكن اليوم نرضي ضيفنا صراحة كابتن انت كيف تحب البيض المستوي على الاخر ولا انا بالاكل بحب كل شيء ولا اطلع انت بالاكل على الاغلب بتعض على ايدي يعني كنت يعني كوتش ما عندك مشكله نعمل ايش ألاس بقول ما عندك مشكله نعمل الصفار شوي هيك مرخرخ ما عندي مشكله سوي بدك خلاص 100% عاليه ممتاز اصلي ممتاز شكرا شيف راح نكمل تحدينا 100% كان عندي ولا عندك والله تعرف اني ناسي سؤال عندك كابتن عندك بلغوني انه عندك سؤال اي رياضه تستخدم الكره الاخف وزنا كيف يعني اني اخف طابع في عالم الرياضه المفروض التنس الارضي لا البينج بونج صحيح بينج بونج حلو ممتاز سؤالك بيقول سيدي 88 النتيجه ما هو الجزء المسؤول عن توازن جسم الانسان اساعدك لا عارفه؟ الاثنين الداخليه الله عليك صاحبي حاطين لك الاكل في هون لا حاطين لي السؤال نفسه حاط لك سؤال نفسه طيب اذا حاطين لك سؤال هاي معناته في خطا في موضوع الاعداد سقطت سهوا راح احسبها نقطه الي ونقطه لك ماشي يعني هيك كم تصير نتيجه 9 9 9 حلو ممتاز السؤال الاخير ما هو اسم البحر الذي يفصل بين افريقيا واوروبا افريقيا واوروبا ايش هو البحر الذي يفصل بين افريقيا واوروبا البحر الابيض والله انك فخم يا زلمه اذا انت لعيب والله حاسس انك شايفها المهم ما علينا المهم هلا بتعرف ليش 9 10 تفضل ها تقول ما هو اسم البحر الذي يفصل بين اسيا وافريقيا الاسود الاحمر اسيا وافريقيا البحر الاحمر العقبه عشان هيك ابيض كان سهله يعني انت هيك النتيجه الاحمر اللي بوصل بين انه مصر صحيح. والعقبه فحسبتها جغرافيا ما شاء الله طيب 10 10 10 10 ممتاز يعني انا كنت كان نفسي اغلبك بس راح يضل نفسي انك تنغلب وراح اضغطك على طاوله البينج بونج بس مش انا اللي راح ايش تلعب هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت